السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا دخلت على مشروع وقلت له ماتيريال، ممكن ملاقيش نفس الماتيريال اللي موجودة في المشروع التاني. يعني لو دخلت هنا ده مشروع تاني وقلت له أنا عايز مكان مانج الماتيريال، هتلاقي العدد بتاعهم مختلف. وخلينا نبص على الماتيريال دي نعرف اسمها ايه. اللي هي ديت، لو انا خدتها كده كوبي ورحت المشروع اللي هناك وقلت له انا عايز اشوف الماتيريال واعمل سيرش على الماتيريال ديت، مش موجوده. طب ازاي الماتيريال بقى من هناك للمشروع دوت؟ بكل بساطه هروح على ترانسفير بروجكت ستاندرد وابدا اختار المشروع التاني واقول له تشيك نان واقول له الماتيريال اوكي. بيجيب لي رساله، غالبا هجيب لك الرساله دي بيقول لك ان في ماتيريال بنفس الاسم، فاخد الماتيريال من هناك لعندي ولا نيو اونلي. تقدر تستخدم اي واحده من الاثنين، لو انت حاسس ان الثانيه افضل هتقول له اوفر رايت، لو انت عايز ما يلغيش لو حاجه موجوده بنفس الاسم هتقول له نيو اونلي. بعد كده تخش على الماتيريال وتعمل سيرش على الكلمه اللي انت عايزها، هتلاقي ظهرت معاك اهيت بالاعداد بتاعتها باللون بتاعها بالباترن بكل حاجه.